ايجيبت عرب وورد 2017. اوكي، عملت ايه بقى باللقب ده؟ عملت حاجات كتير جدا، عملت حاجات اهتم بيها بتنشيط السياحه في مصر، شاركت في اكتر من مؤتمر يخص المراه المصريه ودعم المراه المصريه، شاركت حاجات كتيره جدا لمرضى السرطان، اي مؤتمر طبي يخص مرضى السرطان والسكر دايما بهتم ان انا احضر دايما علشان خاطر نشوف ايه احدث الطرق الجديده للعلاج، بحاول ان انا اوصل للناس ايه هو الجديد في علاج السرطان وايه احدث الطرق للوقايه من مرض السكر. قيمي نجاح التجربه دي بنسبه كام في الميه؟ بنسبه 80%. في ناس امهات جريمات محتاجه كتير مساعده، امهات الشهداء، الفقراء، دايما احنا عندنا في مصر في ناس كتير محتاجه المساعده، واللي اتعمل كفايه قوي ان انا في كل المناسبات الوطنيه او المناسبات اللي تخص المراه المصريه انا دايما بشارك فيها، فدي حاجه بالنسبه لي اضافت لي كتير. استفدت في مجال الميديا بتاعي ان انا بقيت عندي معلومات اكتر وخبره اكتر. اصلا مجال دراسه حضرتك ايه؟ ميديا، جامعه القاهره، كليه اعلام. عندي اعلام القاهره، كليه اعلام. في سنه كام؟ ثالثه. انت دخلت اعلام القاهره بكام في الميه؟ كام في الميه؟ دخلت بالظبط 92%. انا نفسي ان انا اكون مذيعه وقلت ده كتير على الهوا، ان انا نفسي ابقى مذيعه ومن غير اي مساعده، انا بحب اعتمد على نفسي جدا. انت ازاي تقدري تتحولي الصوره الذهنيه اللي ليكي عند الناس من مجرد بنت اموره شكلها حلو لبني ادمه بتفهم؟ هتقدري تعملي كده ازاي؟ عن طريق ان انا لازم اعمل فكره جديده مختلفه واكون درستها كويس جدا قبل ما اطرحها او اعرضها على الناس، لازم يكون في بلان كده انا بحطها الاول، لان الناس ليها المظهر. يعني انا طبعا نفسي اعكس الموضوع ده، وانا حاولت كتير ان انا يعني اعكس المظهر الخارجي، لا لازم الناس بتشوف الشخص ده او البني ادم ايه اللي جواه ونفسه يعمل ايه ويقدم ايه. وانا من ناحيتي انا بحاول كتير وبسعى كتير ورا ده عشان طبعا الناس تبقى فاهمه انا نفسي في ايه.